السلام عليكم ومرحبا بكم معايا في فيديو جديد. اليوم ان شاء الله غادي نديرو الباستيشيو اللي هي اكله معروفه ايطاليه معروفه في مطاعم كوزاميه وسهله ما فيهاش شماره بزاف. غنحتاجو ليها بطاطا مقليه، الموتزاريلا، الشاركوتري، وغنحتاجو ايضا البيشاميل. بالنسبه للبيشاميل غادي نحتاجو 40 غرام ديال الدقيق، 60 غرام ديال الزبده، شويه الملح والابزار، نسيترو ديال الحليب، وواحد زوج ديال الفرماجات كيبقاو اختياريين. غندوزو اول حاجه اننا نحضرو لاصوص بيشاميل عاد نكملو. اول حاجه غندير الزبده حتى تذوب، عاد نضيف عليها الدقيق. من بعد ما دابت لي الزبده غادي نضيف ليها الدقيق، وانا كنحرك من بعد غادي نزيد الحليب وغادي نبقى مستمرة في التحريك غادي نضيف الملح والإبزار ونبقى نحرك في الخليط حتى يولي ثقيل. هنا كيف كتشوفوا الخليط أصبح جاهز. غادي نطفيو عليه ونضيفو ليه الفرماج. هنا غنستعمل البلونجون ديالي. كتشوفوا هنا البيشاميل اصبح جاهز. ندوزو دابا باش نصاوبو باستيشيو. هنا غادي ناخذ الفريت هنا الكميه، تقدروا ديروا الكميه اللي بغيتو. غادي ناخذ شويه الصوص وغادي نجيب المول فاش غنديرو. بالنسبه للمول تقدروا تستعملوا المول اللي بغيتو. سواء تاخذوا هذا سواء هذا اللي كيدخل للفران ايضا كيبقى داكشي الاختيار ديالكم. انا غادي نخدم بهذا. هنا دهنتو بشويه الزبده غادي نكب فيه الخليط ديالي.
غادي نزيد عليه شويه الصوص من الفوق، غندير عليه الموتزاريلا، وغندخلو الفران يتكراتينا. الطبق ديالنا اصبح جاهز. واحد المعلومة نسيت ما ذكرتهاش، ان تقدروا تعوضوا لا دين فيمي بالدجاج او الكفتة او الكروفيت اللي بغيتو. وهنا كنكونوا سالينا الفيديو ديالنا. الى عجبكم الفيديو ما تنسوش ديروا ليه لايك، وما تنسوش انكم تابوناو في القناة وتفعلوا جرس باش يوصلكم كل جديد. الى اللقاء، فيديو جديد ان شاء الله.